فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. يقول الأخ السائل: رجل طلق زوجته 3 مرات وتزوجت من رجل آخر ثم طلقت من الرجل الآخر، فإذا رجعت لزوجها الأول سيكون لها 3 تطليقات أم تطليقة واحدة؟ أقول وبالله التوفيق، بل لها 3 تطليقات، لأن الزواج الذي تزوجته هدم التطليقات 3 الأول، فإذا رجعت لزوجها الأول لها 3 تطليقات، والله أعلم، أعني لها تطليقتان، وإذا طلقت الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم. يقول: ما حكم التسليم على امرأة خالي وهي امرأة كبيرة السن؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كنت تقصد بالتسليم السلام عليكم فلا بأس بذلك وهذا مستحب، أما إذا كنت تقصد المصافحة فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وقال: إني لا أصافح النساء، والله أعلم. يقول الأخ السائل: ما الحكم في مجموعة من النسوة يقمن بصلاة التراويح في رمضان بدار للتحفيظ خاصة بالنساء فقط، ولا يخرجهن إلا الصلاة في حالة عدم وجود رجال بالمكان، هل هذا جائز؟ تلخيص السؤال: هل يجوز للنسوة أن يصلين جماعة معا؟ نعم، يجوز لهن ذلك، لقد وردت عدة آثار بذلك عن التابعيات، والله أعلم. يقول: ما الحكمة من عقوبة التغريب على الزاني، وهذا فيما أرى أدعى للوقوع في الفاحشة في أرض لا يعرفه فيها أحد؟ إذا غرب يكون في مكان يؤمنه له ولاة أمور المسلمين، إذا غرب يكون في مكان يؤمن له من قبل ولاة أمور المسلمين حيث لا يعتدي ولا يعتدى عليه، والله أعلم. يقول: أنا بحس إن أنا مسحور أو ممسوس، ماذا أفعل؟ أفيدوني، لأني متأخر جدا في الزواج وقد بلغت 30 من العمر. أقول: ارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، ارقي نفسك 3 مرات وأكثر من الدعاء، هذا والله أعلم. يقول: هل يجوز في العقيقة ذبح عجل ويشترك فيه أكثر من طفل؟ نعم، العجل يعدل 7 كباش، فجوز الجمهور الاشتراك قياسا على الأضاحي وعلى الاشتراك في الحج، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. وإياك. ونسأله في حسن الخاتمة وأن يعيننا على فقرات الموت يا رب العالمين. آمين. بص يا شيخ مصطفى، أنا عندي سؤال واحد بس، ممكن؟ تفضلي. احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتدبر في اياته والتفكر في ملكوتي، ومن هذا المنطلق سؤالي انا، احنا تعلمنا من حضراتكم ان المطلق لا يقيد الا بدليل، وفي قول الله عز وجل في سوره الاعراف ايه 156: ورحمتي وسعت كل شيء،
هل هذا مطلق؟ هل هذا مطلق أن يقيده مكان أو زمان أو حال؟ أو هل يقيده مسلم أو غير مسلم أو حياة أو موت؟ وهل هناك دليل عفوا من قرآن؟ عفوا عفوا، ممكن تكملي الآية؟ حاضر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أنا كنت هسأل في الحتة اللي بعدها. كملي الآية بسم بس. الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. أنا عارفة الحتة دي، ما أنا هتكلم فيها. كملي الآية يا أختي، أنت مالك؟ أنت ما أحد أمرك أن ترتلي الآية من أولها، قلت أكملي الآية. فسأكتبها للذين يتقون. خلاص كفي كفي خلاص كفي كفي كفي، بارك الله فيك. نعم. هل هي من باب الله أولى سبحانه من وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وبعدها قال فسأكتبها للذين من يتقون، ففي من الآخرة. أولى. يا أختي اصبري علي، الله يغفر لك. طيب ماشي. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون. قال فسأكتبها للذين يتقون، ففي الآخرة خاصة بالمتقين، وفي الدنيا يطعم حتى الكافر. قال الخليل إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كان الخليل عليه السلام يريد أن يقتصر الرزق على المؤمنين، إذ قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلم يجب إلى هذا، بل الله قال لما قال الخليل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ففي الدنيا الرحمة عامة، وفي الآخرة مخصوصة بأهل الإيمان. في الدنيا أنزل الله الرحمة، أنزل جزءا من 100 جزء، من 100 جزء بها يتراحم الخلق فيما بينهم، حتى إن الدابة لترفع أن الدابة لترفع عن حافرها لترفع عن ولدها الحافر بهذه الرحمة. فبارك الله فيك والله أعلم. طب أنا كنت عايزة أسأل حتة صغيرة يا أخ مصطفى. ما السؤال؟ ممكن؟ أنا عايزة أعرف هل هناك دليل من قرآن أو سنة تقيد رحمة الله عن غير المسلم في الآخرة؟ يا أختي الآية، يا أختي أمعني النظر في الآية، أنا قلت لك هي من أكملي. باب أولى المؤمنين المتقين، هي من باب أولى من المؤمنين المتقين رحماء بينهم، هي من باب أولى. قال رحمة، هل تمنع؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والآيات التي فيها أن النار أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، عشرات الآيات، مئات الآيات فيها أن عذاب الله لاحق بالكافرين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ماذا أقول؟ الله يسلمك. يقول الأخ السائل ما حكم المال المختلط؟ إذا كان مختلطا وتستطيع أن تطهره بإخراج جزء منه فعلت، وهذا الأولى. وإذا كنت تعرف القدر المحرم أخرجته، لا تعرف القدر المحرم اخرج جزءا به تطمئن نفسك أن المال أصبح حلالا، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز، أو السائلة تقول هل يجوز أن أشتغل في السعودية وزوجي يخرج معي محرم وهناك يشوف عمل؟ نعم يجوز،
ما دام الأمر مسموح به فلا بأس بذلك، بارك الله فيك. يقول السائل: هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، قص الأظافر لا ينقض الوضوء، والله أعلم. تقول: إنها متزوجة من سنة وعندها اثنان من الإخوة متزوجان، اتفقنا أن كل واحد منا يأخذ زوجته ويجلس مع أبيه وأمه أسبوع، وأنا وزوجتي، زوجتي تقول لن أستطيع أن أذهب لأن هذا يؤدي إلى تعبي نفسيا، ماذا أصنع؟ استأجر خادمة تخدم نيابة عنك. فالسؤال الذي يطرح: هل خدمة الوالدين واجبة على زوجة ابنهما أم أنها مستحبة؟ أقول إنها مستحبة ومن باب الإحسان وليست بواجبة، والله تعالى أعلم. يقول أخ السائل: رجل مريض بمرض التبول اللا إرادي، هل يتوجب عليه إعادة الوضوء والصلاة في كل مرة يبتلى فيها أثناء الصلاة؟ مثلا إذا كان سلس بول، أعني بصورة مستمرة لا يمكنه الاحتراز منها، توضأ قبل الصلاة ودخل في الصلاة ولا يبالي، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الحكام العرب والمسلمين في ضرب اليهود للمسلمين أكثر من 51 يوما؟ والله يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، تمام الآية، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أقول وبالله التوفيق: إذا لم يكن بين المسلمين وبين الكفار ميثاق واستنصر مسلمون دولا لنصرتهم، لزمهم أن يعينوا إخوانهم قدر جهدهم وقدر استطاعتهم، فالمؤمنون أمة واحدة. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا نستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. يقول أخ السائل: ما الحكم في زواج تم على كذب؟ فأهل الزوجة سألوا الزوج عن الإنجاب، قال إنه ينجب بفضل الله، ولما تم الزواج تبين أنه مريض في هذا الباب ولا ينجب. أقول للمرأة صداقها وترفع قضية للطلاق للضرر إذا كان الزواج تم على غش، والله أعلم. يقول: ما الأولى لطالب العلم، أن يختم كتاب الله ثم يقبل على العلم الشرعي أم يشتغل فيهما سويا؟ بحسب قدراته وطاقاته، ويستحب له أن يحفظ كتاب الله عز وجل أولا، لكن إن كان يشق عليه الجمع تفرغ لكتاب الله، إن كان عنده وقت آخر فرغه للسنة وسائر العلوم الشرعية، والله أعلم. يقول: ما حكم من يعمل عمل قوم لوط؟ عياذا بالله، مرتكب لكبيرة. وللعلماء في شأنه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يعامل معاملة الزاني، إن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وإن كان ثيبا يرجم. والثاني أنه يقتل لحديث في سنده بعض النزاع: من رأيتموها يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول
وثم أقوال أخر، وبالاتفاق هي كبيرة من الكبائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير عني يا شيخنا. وإياكم. عايزة أسأل سؤالين حضرتك. اتفضلي. في سورة النساء، في سورة النساء الله سبحانه وتعالى قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني لهم نصيب في الميراث. وقريت في تفسيرين، تفسير قال إن الآية دي نسخت يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين لغاية آخر الآية. وفي تفسير آخر قالوا انه لو حضر القسمه فقراء من ذوي القربى او اليتامى او مساكين ليهم نصيب فيها. فانا عايزه اعرف هي فعلا نسخت، ولا احنا المفروض فعلا لما يحضر القسمه الفقراء والمساكين او ذوي القربى ليهم نصيب؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، في ام توفت الله كان عندها مال، هي كانت حابه ان حد يورث مع بناتها، يعني عندها بنتين بس، ما حبتش حابه، فطبعا قالوا لها لا لا يجوز وكده، فراحت كتبت ثلاث ارباع الورث للبنات البنتين وسابت الربع بس لهم. صح، فانا عايزه اعرف الكلام ده صح ولا يجوز، ولا كانت برضه فعلا في حدود الثلث زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بينا بيه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الورث اللي المفروض يخشوا معاها خالاتها وخلانها وغير ذلك، ولا هم برضه البنتين بس اللي يورثوه؟ وجزاك الله خير عنا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. على الصحيح وبعد التحرير فيها قدر منسوخ، والقدر الثاني على الاستحباب. فقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، فهم القربى، القربى هنا عامة، لكن نسخ ما يخص الورثة الذين سيرثون. في ورثة لهم أنصبة فرضها الله، لهم أنصبة فرضها الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. فهؤلاء الورثة الذين لهم أنصبة في الميراث لا تنسحب عليهم الآية، إنما لهم أنصبتهم بآيات أخرى. يبقى ورثة، يبقى ذو قربى آخرون ليس لهم في الميراث نصيب، فهؤلاء لهم أن يعطوا شيئا استحبابا ليس إيجابا، ليس إيجابا يعني. فيكون معنى الآية عند القائلين بعدم النسخ: وإذا حضر القسمة أولو القربى، أي من الذين لا نصيب لهم في الميراث، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم شيئا، هذا الإعطاء على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب. فنستطيع أن نقول إن الآية محكمة لكن مستثنى منها الذين لهم أنصبة من الميراث، لأن الذين لهم أنصبة من في الميراث سيأخذونها، فيبقى أولو القربى الذين ليس لهم أنصبة في الميراث. ولكن كما ذكرت أن هذا استحبابا ليس إيجابا، والله أعلم. وهي من الآيات التي زهد الناس في العمل بها. أما الأم التي تريد أن تكتب كتبت لبناتها، قد أفضت إلى ما قدمت، لكن الصحيح أنها تترك الأشياء كما هي، ولابنتيها ثلثان، ويبقى الثلث يوزع على سائر العصبات المستحقين، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟ عليكم السلام. بقول لك ايه يا مولانا، والنبي الله يبارك لك، انا عندي يسأل الأخ سؤالا: هل تجوز التجارة في ملابس النساء والإكسسوارات كالمكياج؟ نعم تجوز، وإلا فهل ترى أن النساء يمشين عراية؟ تجوز التجارة في ملابس النساء والإكسسوارات، تجوز، فالنسوة محل للزينة، وقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما كون بعض النسوة يتبرجن بذلك في الشوارع فالإثم على من تبرجت، إلا إذا كان ثيابا أو ثوبا مخصوصا يلبس في الشوارع فقط وهو يجسد العورات،
فإذا كان يلبس في الشوارع فقط فمثله لا نعين على الإثم والعدوان، فلا تعين على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. يسأل عن الدولة الإسلامية بالعراق والشام، وهل هم أهل حق أم على ضلال؟ وهل ما يصنع من التمثيل بالقتلى هو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وشأن أصحابه أم ماذا؟ أقول وبالله التوفيق، أما معلوماتي عن هؤلاء فقليلة، وهي معلومات غير مطمئنة، ولا أنصح بالذهاب إليهم ولا أنصح بالمشاركة معهم ولا مع غيرهم من أهل الفتن ومن المنسوبين إلى البدع، فالحذر من التورط في شيء تجني عاقبة أمرك في الآخرة نارا تلظى لقتل امرئ مسلم بغير حق. فأنصحك بعدم الذهاب إلى مواطن الفتن. بارك الله فيك. أما هذه الجماعة الجديدة أو ما اسمها الدولة الإسلامية فالمعلومات عنها مقلقة وليست بواضحة ولا تطمئن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما التمثيل بالقتلى فلم يكن من شأن النبي، ولم يطرد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قاتل النبي في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي حنين وغيرها، ولم يرد عنه التمثيل بالقتلى بهذه الصورة الفجة المنقولة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. اتفضل يا أخي. نعم. لو سمحت أنا طلبة من حضرتك طلب بس، خير ان الله. تدعي بس البنت ان ربنا يرزقها الزوج الصالح يا رب، هي الله وبنات الله. المسلمين ان شاء الله. وتدعي الابن في الثانويه العامه وربنا يبارك فيكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. وتبلغ سلامي والله لفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني، ربنا يشفيه يا رب. الله يعافيه من السوء المكروه يا رب، وسير مرضى. وربنا يبارك فيكم كلكم يا رب. وياك وياك وياك. وبنت عايزه اتكلم حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ينفع بس تدعي لي للي انا انجح في سنة ستة، وكمان يعني اختي يجيلها ابن الحلال، واخويا اسامة يتخرج من ثانوية العامة ويجيب درجة عالية. ممكن ان شاء الله. الله ييسر لكم كل خير وييسر لكم كل عسير يا رب. بارك الله فيك. يا اخو الاخ السائل، متى تتحرك الأمة لنصرة الإسلام والمسلمين؟ في كل مكان يحارب المسلمون ويقتلون ويحرقون، ولماذا الصمت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وهيب بكل مسلم له قدرة على نصرة إخوانه المستضعفين في أي مكان أن يبذل ما في وسعه، والله لن يتركم أعمالكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل. يا شيخ دلوقتي في عندنا قطعة أرض متبورة. نعم. فاحنا بنيناها وجي حكم المحكمة إن هو سنتين سجن وغرامة. فاحنا استأنفنا الحكم. فجينا بعد كده عشان الخبير يجي ويصرح بالبراءة، قال احنا عايزين يشهدوا ان هي مثلا مبنية بقالها ايه 10 سنين، وهي مبنية بعد الثورة اللي هي بقالها 4 سنين. فانا مش عارفين دلوقتي لو احنا شهدنا ان هي مثلا يعني مبنية يعني انت عفوا، انت تريد مني فتوى بتجويز شهادة الزور من اجلك، من اجل الا تسجن؟ لا، لو احنا يعني هل تتصور انني اقول لك ائت بشاهد زور حتى لا تسجن؟ هل تريد يعني مني ذلك؟ احنا نقول له على السؤالية مبنية على حقيقة يعني. بارك الله فيك. السلام عليكم. ماشي. يقول اخو السائل، لمن يكون الولاء وممن يكون البراء؟ الولاء يكون لأهل الإيمان، والبراءة تكون من أهل الكفر.
ومن أهل العصيان بحسب درجات عصيانهم. يقول: من ولي الأمر الحقيقي الواجب طاعته؟ ولي الأمر الحقيقي الواجب طاعته المسلم الذي يقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله إذا أمرنا بالمعروف، أما إذا أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لأحد في معصية الله. وإذا أمرنا مسؤول عموما بطاعة الله ورسوله أطعناه، وإذا أمرنا مسؤول بمعصية الله ورسوله خالفناه. هذا على وجه الإجمال، والله أعلم. أقول: تنويه ظهر على شاشات بعض القنوات الفضائية المارقة من يطعن في الإمام البخاري ويتهموه باتهامات باطلة، فعياذا بالله من هذه الاتهامات، وعياذا بالله من الجهل الفاضح الذي ينم عن غباء مستحكم في قائليه. فظهر مذيع فاسق فاجر يطعن في البخاري ويتهموه باليهودية، وآخر أفجر منه يتوالى قوله ويطعن في صحابة رسول الله، حتى أنه يستهزئ من عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله الذي دعا له الرسول بالفقه في الدين وتعلم التأويل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة سيدنا الشيخ، ممكن بالله عليك تدعي لي بالشفاء؟ الله يعافيك يا أختي، الله يعافيك. السلام عليكم. فأقول مسترسلا إن هناك حملة منظمة يقودها أئمة الضلال من المذيعين الذين يظهرون على القنوات الفضائية، وللأسف هي قنوات فضائية تبث من مصر. هؤلاء المذيعون كأنهم تآمروا على الطعن في البخاري وعلى الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتدت ألسنتهم الوقحة إلى النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أقول إنهم جهلة، نعم هم جهلة من رأسهم إلى مخمص أقدامهم، ولكن كلامهم هذا بناء فيما أرى والله أعلم على مخطط فاسد لتدمير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أرى إلا أنهم مرتزقة استؤجروا من قبل الشيعة البعداء البغضاء للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن ذا الذي تسول له نفسه أن يطعن في الإمام البخاري؟ وقد عهدنا منذ طفولتنا إذا أخطأ شخص يقول يعني أنا أخطأت في البخاري، من الذي تسول له نفسه أن يطعن في البخاري؟ وقد اتفقت الأمم والأجيال جيلا بعد جيل على إمامة هذا العالم وجلالته وعلى صحة الأحاديث التي رواها، إلا أحرف يسيرا انتقدها قلة من الحفاظ مما لا ينجو منه بشر. فمن ذا الذي تسول له نفسه أن يتهم البخاري بأنه يقوم بمخطط يهودي كما ظهر هذا على بعض شاشات التلفاز؟ وللأسف وكما قال القائل: أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فيا للأسف أن يتصدر أقوام لا دين لهم ولا إيمان لهم يطعنون في البخاري ويطعنون في أصحاب رسول الله، ويسخر ساخرهم من ابن عباس، ويسخر ساخرهم من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتفطنوا يا أهل الإسلام لهؤلاء الشراذم الذين يتصدرون قنوات فضائية هذه الأيام، وهمتهم ودأبهم الطعن في أصحاب رسول الله والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفطنوا لهم، فهؤلاء عياذا بالله شياطين إنس، عياذا بالله شياطين إنس يسعون لتشكيك المسلمين في دينهم، عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم. يقول أخو السائل أو الأخت السائلة: تذكر مشكلة بينها وبين زوجها وتسترشد ماذا تصنع؟ على ما قرأته من مشكلتها الطويلة، وأن زوجها مهملها منذ أكثر من سنة وهي في بيت أهلها ولا يسأل فيها ولا ينفق عليها، لها أن ترفع قضية عليه.
لها أن ترفع قضية عليه، فالتقاضي لا بأس به ما دام يعطي للمظلوم حقه، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أخذ قرض الربوي اضطرارا؟ الربا حرام وكبيرة من أشد الكبائر، وقد أعلم الله سبحانه أنه يحارب المرابين، قال فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي مرتكب لكبيرة، فلا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند الضرورات القصوى، إلا عند الضرورات القصوى. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يسأل سائل: هل يأثم العالم إذا تعمد إخفاء الحق خوفا من مكروه قد يصيبه؟ يلزم العالم بمقولة الحق، فقد أخذ الله المواثيق على النبيين وعلى العلماء أن يتكلموا بالحق. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وفي الباب مزيد من التفصيل في محله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة، عاوز أخذ رأي حضرتك في واحد خطب بنتي قعد 3 شهور خطبها وبعد كده عاوز يسترد الشبكة يا شيخ. تخصم منه الغرامات التي غرمتموها له كلها، يخصم من الشبكة ما دام هو التارك قدر الغرامات التي غرمتموها له كلها وردوا إليه الباقي، هذا إذا كانت الشبكة في بلدتكم من الصداق، لأن كثيرا من البلاد درجوا على أن الشبكة جزء من الصداق بدليل اتفاقهم عليها. أما إذا كانت الشبكة في بلدتكم هدية محضة فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فالنظر إلى حال بلادكم في توصيف الشبكة، هي في أغلب الأحوال في مصر تعد من الصداق، فإذا كانت من الصداق فالصداق من حقه أن يسترد، لكن للضرر اللاحق بكم تخصم من الشبكة الغرامات ويرد له الباقي ما دام هو التارك. أما إذا كانت الشبكة في عرف بلادكم أنها هدية محضة لا تعلق لها بالصداق، ففي هذه الحال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه ولا يأخذها آنذاك، والله أعلم. يسأل سائل: هل يجوز الدعاء على الحاكم الظالم؟ نعم يجوز الدعاء عليه، وقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا هو الدعاء على من ظلم بقدر المظلمة، ولكن الأولى أيضا أن يدعى له بالهداية، فالدعاء على الظالم جائز والدعاء له بالهداية جائز، وقد دل على هذا من سنة الرسول ومن الكتاب العزيز دلت أدلة. دعا موسى على فرعون قائلا: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي السنة: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم. الذين تدعون لهم ويدعون لكم هم الخيار، والذين تدعون عليهم ويدعون عليكم الأشرار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تكون بخير يا رب. وياك. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك وعلمكم يا رب. وياك. حضرتك بص، انا النهارده كنت بنضف الشقة وبعدين العصر قصدي، بعد ما خلصت الشقة صليت العصر، هل كده عليا اسم؟ ليس عليك اسم. ليس عليك اسم. طيب الحمد لله. طب الحمد لله رب العالمين. السؤال الثاني حضرتك، انا كل شهر كل الحمد لله 3 أيام بختم القرآن، هل فعلا في دعاء ختم القرآن دعاء بيستجاب فيه دعوة بيستجاب فيه؟ ليس هناك شيء عن الرسول في هذا الصدد صلوات الله وسلامه عليه. أشكر حضرتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن قد ورد عن أنس بن مالك موقوفا عليه أنه كان إذا انتهى من القرآن
جمع بنيه ودعا. أما عن رسول الله فليس عن رسول الله شيء صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب فيما علمت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخنا والله أنا عايز بس أعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الحاكم الجائر. الحاكم الجائر؟ آه. الحاكم الجائر إذا كان يقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله وإن كان ظالما أو جائرا لا يخرج عليه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا علي عندكم من الله فيه برهان، عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أعرف مدى نجاسة الكلب؟ يعني إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا ويغسل سبعا إحدى الثامنة بالتراب أو أولهن بالتراب وبعدها سبع أو أولهن بالتراب وبعدها ست عدة أقوال. وإذا استوطن في مكان وكان الكلب عارق في المكان خرج منه عرق في المكان ينضح بالماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج كلبا جروا صغيرا كان تحت سرير له ونضح مكانه بالماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، اللي شهادات الاستثمار اللي هي نزل الأيام دي في البنوك المساهمة في مشروع قناة السويس أنصحك لها عائد. أنصحك تتصدقي. عائد ثابت. لو تصدقت أفضل لك. أه؟ لو تصدقت أفضل لك لأن يعني العائد الثابت هذا التصديق أحسن من يتبرع أحسن ما اشتري شهادات. لا تبرعي أفضل مما تشتري شهادات عند الله أفضل. ماشي. لأن ماشي. الفايدة هذه فيها طبعا كيف أوصفها أنها كشهادات الاستثمار الأخرى وشهادات الاستثمار ألف وباء وجيم ربوية، فابتعدي عن أخذ الفائدة. إذا دفعت فلوس ادفعي فلوس واستردي رأس المال فقط، استردي رأس المال فقط، لا تأخذي العائد، لا تأخذي العائد، لا تأخذي العائد، خذي رأس مالك فقط. السلام عليكم. يسأل سائل عن شخص يعمل بالرقية الشرعية ويدعي أنه من طلبة العلم عند بعض المشايخ، ومن ثم يبتز المسلمات ويصورهن ويساومهن على أخذ مال أو فعل محرم، نبرأ إلى الله من هذا؟ ونحن لا نعلم أحدا كيفية الرقية الشرعية ليتاجر بها، إنما الوارد عن رسول الله يعلمه كل المسلمين، كل المسلمين يتعلمون المعوذتان مع قل هو الله أحد، ما ترقي نفسك تدفل وترقي نفسك، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، الرقية الواردة عن رسول الله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك إلى آخره. أما أن يتخصص شخص في هذا الباب ويبتز المسلمات وأغلبهم إلا من رحم الله أغلب هؤلاء الذين يعالجون وانصب علاجهم على النساء على وجه الخصوص أغلبهم فسق إلا من رحم الله، فإنهم يبدأون الأمور في أوائلها وظاهرهم الخير ثم بعد ذلك يتخذ هذا العمل كتجارة. فأحذر من ثلاثة أصناف، قاموا بأعمال وإن كان لها أصل وارد لكنهم عظموا أمرهم فيها وابتزوا الناس فيها. مسألة تفسير الأحلام حيث اتفق الكبير والصغير يفسر الأحلام التي تحتاج إلى تفسير والتي يستحب عدم تفسيرها، والثاني العلاج بالأعشاب الذي يدعيه كل شخص يدعي أنه معالج بالأعشاب ويبتز الناس يبيع لهم جرجير مطحون على أنه عشب من الهند بمئات بل بألاف الجنيهات، والثالث الذي يعالج النساء ويتخصص في علاجهن وظف نفسه راقيا ولم يوظفه أحد وحفظ بعض الآيات واحتال ببعض الحيل لمعالجة المصابين بزعمه، ويعمد خاصة إلى علاج النساء ويبتزهن. فنبرأ إلى الله من هذا الابتزاز، ونبرأ إلى الله من الاختلاط المفضي إلى المحرم. والرقية يعرفها كل مسلم وكتبها موجودة والحمد لله.
السلام عليكم. السلام. نعم. ايوه سردت الشيك لو سمحت. نعم. انا ام احمد من الفيوم. تفضلي يا اختي. الله يبارك لك. انا عندي مشكله بيني وبين جوزي، فانا عايزه بس انك تتدخل اننا نرجع نصلح بس يعني. ان شاء الله ممكن. تديني رقمك انا اكلمك. خلاص خذي رقم من الهاتف وان شاء الله نسعى للاصلاح بما يعين به ربنا سبحانه وتعالى. يسأل سائل عن حكم الصلاة خلف المبتدأ. اقول ابحث عن سني تصلي خلفه متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا لم يوجد سني ووجد مبتدأ بدعته ليست بمكفرة جازت الصلاة خلفه، جازت الصلاة خلفه ولا تترك الجماعة. وذلك لأن الناس أتوا عثمان رضي الله عنه وفي الحصار محاصر، حاصره الثوار، وكان منهم إمام يصلي بالناس وعثمان مملوء رضي الله عنه. فأتاه آت فقال يا أمير المؤمنين إنك كما ترى ويؤم الناس إمام فتنة، هل نصلي خلفه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا خلفه. فإذا لم توجد جماعة أخرى صليت خلف هذا الرجل ولا تترك الجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول يسأل عن حكم حزب البعث السوري والعراقي وعن الروافض في العراق. كل هؤلاء أهل ضلال وأهل فجور وأهل فسق وأهل كفر والعياذ بالله. فأحزاب البعث أو المنتسبون إليها الذين يدعون يا بعث يا غيث يا مطر، والذين يقولون فسلام على كفر واحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، كل هؤلاء الكفرة الظلمة يجب التبرؤ منهم. وكذا الذين يقولون أن القرآن محرف ويطعنون في الصحب الكرام وما زالون يتهمون أم المؤمنة عائشة، هؤلاء أئمة ضلال والعياذ بالله، ويجب الأخذ على أيديهم قدر استطاعتنا. يقول أخو السائل سؤالي عن حديث الطائر المشهور، لماذا ضعفه العلماء؟ سنده تالف وضعيف، ألا وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طائر فقال اللهم ارزقني بأحب خلقك يأكل معي من هذا الطائر، فدخل علي. الحديث أخرجه الحاكم وضعيف جدا. ولقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على الحاكم في مواطن، وقد كنت أظن حاصل كلامه بالمستدرك خيرا، وأتعجب كيف أن الحاكم يورد أحاديث ضعيفة فيه. فلما رأيت حديث الطائر رأيت الأحاديث الأخرى الضعيفة بالنسبة لحديث الطائر سماء. حديث يوم صومكم يوم نحركم يوم عيدكم الأكبر حديث متكلم فيه. هل يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض أثناء الحج؟ جوز هذا كثير من أهل العلم، جوزوا أخذ حبوب منع الحيض لأداء الحج أو لصيام رمضان، كذا رخص به ورخص فيه بعض العلماء، ومن المرخصين في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يقول أخو السائل هل لبس بلوزات طويلة ولبس بنطلون عادي عليها ولكن الجزء الظاهر من البنطلون يساوي 20 أو 30 سنتي، هل هذا جائز؟ إذا كانت الملابس سابغة جدا واسعة وفي فضفاضة من أسفل ومن أعلى كلبس الباكستانيات مثلا، فمثله إذا كان ساترا تماما وسابغا وفي فضفاضا جاز، وإلا فالذي نراه في هذه الأيام ليس كذلك، فعليك بالجلباب أو الإزدال. بارك الله فيك. هل يجوز لبس المرأة ملابس رمادي أو أزرق أو كحلي؟ نعم يجوز ذلك ما لم تكن موردة، ما لم تكن فيها ألوان تفتن الناس. فيجوز المرأة أن تلبس الرمادي أو تلبس الأزرق أو تلبس الكحلي،
كل ذلك جائز للمرأة والله أعلم. السلام عليكم. سلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أعرف الجماع في نهاية الثورة اللي هي الإرفازات البنية، وبرضو بعد رؤية القصة البيضاء جائز بعد الغسل؟ لا، كانت بنية و حرام يعني. حرام. نعم حرام. يعني كام حرام؟ يعني الجماع قبل أن تري القصة البيضاء مع نزول الأشياء البنية ما زالت ولم تري القصة البيضاء ولم تغتسلي، حرام. أيوة، يعني ندفع فلوس يعني؟ اعملي أي عمل صالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، استغفري. لأي مكان ولا ينفع في الجامع؟ ينفع للفقراء، ينفع في الجامع، في أي مكان. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم الصلاة مغمض العينين. أقول وبالله تعالى التوفيق، لم يرد التغميض عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة التي وردت تفيد أنه كان يصلي فاتح العينين، فقد رأى النار والجنة في عرض الجدار، ورأى صورا معلقة كانت عائشة تعلقها، فقال يا عائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. فالصلاة مغمض العينين لا أعلم لها مستندا، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل عن حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة، فإنه كان يصلي وعلى عجل فلم يقرأ السور التي بعد الفاتحة، هل الصلاة تصح؟ نعم الصلاة تصح، وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه، إن صليت بفاتحة الكتاب فقط أجزأت عنك، وإن زدت فهو خير لك، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق مدافعة عنه، اللهم أمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي حوزة الدين، وأن يحمي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المكرة والملحدين والمشغبين، ومن هؤلاء الفسق الذين ظهروا متأخرين، من المذيعين الذين لا خلاق لهم ولا دين لهم، ويتكلمون فيما ليس لهم به علم، ويحسبون هينا وهو عند الله عظيم. هذا وأذكر نفسي وأنا إخواني بالتمسك بالعروة الوثقى، عروة التوحيد، عروة التوحيد وعدم الانفصام عنها. وكذلك أذكر النصارى بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والإقرار له بالوحدانية، وأنه لا شريك له ولا ند ولا ولد ولا صاحبة، فليتوبوا إلى الله من قولهم المسيح ابن الله، ومن قولهم الله هو المسيح ابن مريم، ومن قولهم إن الله ثالث ثلاثة، فهذه أقوال تخلدهم في الجحيم، وننصحهم بأن يتوبوا إلى الله من ذلك، وأنصح الصوفية بأن يتقوا الله في أنفسهم ويقلعوا عن قولهم مدد يا بدوي ومدد يا رسول الله ومدد يا حسن ومدد يا حسين، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا أحد سوى. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الاستغفار، والصلاة والسلام على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر